مساكم الله بالخير يا وجوه الخير. مساكم الله بالخير. انفخ شفايفك يا بارك. على مود النواب. تنتشر. اسوي بوتوكس. يسار. النواب. يمين. يسار. ساك عبيد. تحت. هلو. هلا هلا مرحبا. هلا بك. شو القضية حضرة النواب؟ انا موش قلت لحي يدخل تليفونه للبرلمان. سلفي سلفي ناخذ تذكارية يا شيخ. سلفي. انا علته سلفي سلفي. يا حضرة النائب. اي. انا قاعد اغيش. انا طلع تلفون ناخذ انا وهذا اسخام الوجه اسخام وجهك اسكتوا اسكتوا يا حضره النواب خلنا نبتدي ما ماخذ راحتي ويا خاب حتى هنا نتعارك يا حضره النواب انطوني مجال خلنا نبدا جلسه بلش بلش اخوان قبل ما ابدا الجلسه يا حضره النواب خلنا اقول لكم بشيء إيه؟ الريس اللي ما عنده شاعر ما هو ريس اي بالله اي والله والغبيله اللي ما بيها شاعر ما هي غبيله وما تسوى شيء شاعرنا اي والله شاعرنا هذا يا سعيدون اي الصنديد وعلي والي مثل نجم السيل عالي 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 يا اقعد 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 لو اقوم اقعد 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 انا اقعد اي اقوم أي. نفس الشيء كافي كافي لا تضحكوا والله كلكم نقريه وحراميه واعرض ضحكاتكم كلها كذب بكذب وانا اول حرامي والنعم قلنا لا تضحكون قلنا لا تضحكون كذب اليوم جلستنا تحت شعار الاستغرار ايه؟ خلنا نسولف لكم عن الاستغرار شنهي نعم. احنا ترسنا جيوبنا وترسنا بطون بالعافيه وبنينا شغل وبنينا عمارات خارج البلاد وداخل البلاد ترسنا جسارات وتاهوات وش تقولون لون الطغرارات للشعب ما بغير كلكم مبغين ما بغير يا ريس اي والله نقول لون تريض شويه فتشهر شهرين اي لين لحد الان ما ممكد لي وزاره انت بعدك لحد الان ما محضر لك وزاره اي بالله ما متوازين الطغرارات ونفيد الشعب اي اي الشعب هو ولا انا اقول اي ولا انا اقول ايش مالك له الشعب ايه؟ لان بعد ما شاب ابوك بعدك ما اريد ابوك اريد اخمط ايه؟ اريد العب لعب اريد اسبح وقفني ولاك وقفني كاف من العريض كاف من العريض قلنا اجلناها وترسوا جيوبكم كلكم العافيه ها ها انا من رايي اي من رايي سوي تشكيله زينه اي من الدجاج أيه؟ والسمك ونعوب اللحم قول ليش ليش اما نزيفيه ها ما يفيد يا حضره النايب نعم انت صار لك 4 سنين انا لا شفت ايدك ولا شفت وجهك أيه؟ انت قاعد وساكت ومرات ما تحضر تارس جيبك وبطنك وساكت ايش حد شاك هسه اريدك تلص وما تفك حليجك صار يا ريس يا ريس اي انا عندي اختراعه ويا ريت انت توافق عليه موافق قبل انا اقول النزاهه ثم النزاهه ثم النزاهه اي نوجد عليها اي اي لازم صدق نحافظ على النزاهه أيه؟ وتحت شعار حاميها حراميها أيه؟ أيه؟ انا اقول النزاهه نخليها عند النايب طارق يمي والله وتستاهل يا تقولون مابغين مابغين ها انت والله كنت انا اعترض ليش تعترض فاسد ما يصلح للنزاهه والله ما في غيرك الفاسد لا تصيح اي والله يا حضره النواب ما سرجي يا حضره النواب وانت حكاك انا طور خضره هنا أيه؟ يا حضره النايب اسمع نعم. ماكو فاسد الا طارق وانا اريد ان فاسد بالنزاهه أيوة. حتى يسددنا بالعافيه عليك اي اي يا عافيه اي النفر شبيه احنا نايمين اي هو ايش جوعنا يركض جوعنا اي انا اقول اطلعه واريد الغف لغف أي. الغف اشبع شعر اي ايش تقولون والله الغف. انا اقول يا حضره النواب نخلي النفط للنايب قريقر خليه يشبع نفط وايش تقولون ما في انا ارفض لا يا منعون ولك نسيت بالعيد ميلاد مع بنتك جبت لك جكسارتي وافق انا موافق هذا ذكرك بالزينات انا موافق اي والله اي والله انت والله كنت الاثنين وانا اقول غرقان انت بس بيدك صيح وانا اقول اي نعوب النفط لنا اي والكهرباء للشعب واحنا يا قال لك احنا مطين النفط للشعب هو النفط لنا هذا ما نطيه قول لا تضحكوا ضحكتكم كذب لا قول ليش ليش تنتل يعني تنتل الشعب ما تفيدهم ايه اخواني يا حضرة النواب يا غريغر انط الشعب حقه وانط الكهرباء للشعب وش تقولون ابشر اي ابشر اي يا حضرة النائب يا حضرة النائب اوه نف العقال العقال اي انا من نفسي لازم اقوم واوقف اقوم واوقف اي ذاك اليوم اي خبرني واحد من الشعب قال لي يا قريب وانت مخلي تلفونك مفتوح للشعب ماكو هي ماكو هي او تلفون اثير والاسيا والكورك خابرني واحد من الشعب اي قال هاي البروده من البرلمان قاعد تجينا اي احنا ما محتاجين كهرباء ما محتاجين كذاب والله كذاب اوقف ولك لا ظل ولك بتموز اي بتموز وعتهم بروده وهواء وعتهم بروده وهواء اذا يا حضره النواب
نلغي الكهرباء على الشعب، وش تقولون؟ ما غير ما ريس. خلنا سولفكم على شعارنا اللي بدينا به الاستقرار. وش هو؟ انا قلت لكم قولوا لي وش هو الاستقرار؟ وش هو؟ الاستقرار جيب لك صينيه تمن اي بالله وفوقها ضلوع ومرشوشه بانيه وصفك طاسه الطرشي وطاسه اللبن وخضره يا ابوي شان طرشان عليه وياك، وتجيب لك بصل وتدق بيدك بصل شاموش. هو هذا الاستقرار يا غرارات يا شعب يا برلمان. تفضل على ذاتكم يا حضرة النواب، يا على ذاتكم وصحة الشعب. يا هل يا هل يا هل.